والله أنا خذيت على عهدي، على نفسي عهد من يوم دخلنا البرنامج، قلت أنا ما أبي أي شيء إلا أن يدخل وأطلع بالذكر الطيب وبالسمعة الطيبة. والله العظيم منها هذا الشيء الأساسي، والأهم عندي أني ما أطلع مزعل واحد من الربع اللي قدامي. موضوع كلنا إن شاء الله، الله أتمنى أن التوفيق كلنا، المراكز وغيرها والله العظيم ما تفرق، تفرق السمعة الطيبة والذكر الطيب، وبشركم كلكم إن شاء الله بالسمعة الطيبة وبالذكر الطيب. أنا أعتذر منكم إذا حصل مني كسور أو زعلت أحد منكم، الجمهور كذلك أنا أعتذر منه إذا زعلت أحد منهم، ممكن أني في يوم من الأيام زعلت جمهوري أو الجمهور العام بأي شيء، والله أني ما أدري، لكن ما أتوقع، لكن إن حصل مني كسور فأنا أطلب منهم الاعتذار. دخلت البرنامج وأنا تحت ضغط كبير جدا، بعد 3 شهور أنا والله أني أحمد ربي في ذا الساعة أني كسبتكم وأني ما ندمت على المشاركة. بس عادك أتمنى التوفيق لكم جميعا، رحم الله والديك. والديك.